ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل، وده ورتني وشرفتني. واول حاجه سالتهاني ايه البتنجان ده معمول بايه؟ دكتور هبه العوضي نورتيني يا حبيبتي. اهلا بيكي، اهلا بيكي يا زوزو. صباح الفل وصباح البتنجان المخلل بالشطه. اه والله رائع. تسلم ايدك، رائع بجد. ويعني انا شهي. انا بشكر طبعا كل حد بيشتغل في محل. الحمد لله. ممكن يقول لنا معلومه حلوه كده يا هبه تفيدنا؟ اكيد. على اعتبار انه يعني بيقول لي انا بستثمر مع ربنا، فيعني فدي حاجه جميله. انت النهارده منوراني بنور، واحلى حاجه يعني بينظروها كل اصدقائنا، غير ان انت طبعا بتنورينا الاجابات على الاسئله الخاصه بيهم على الصفحه. بس هستسمحك الاول ننزل ارقام التليفونات الخاصه بهيربل بانك، وبعدين الصفحات، وبعدين نتكلم على اسئله حضرتك قدامي دلوقتي اهي، لسه روان مدخلهاني. طيب دي اول صفحه خاصه بهيربل بانك، وقول لنا برده التواصل من خلال الصفحات بيعمل ازاي. التواصل من خلال التليفونات او الانبوكس على الصفحه او التعليقات. شركه هيربل بانك ان شاء الله هيلاقوا الفريق الطبي بتاعنا موجود في كل دقيقه او كل ساعه، 24 ساعه مفتوح التليفونات. بس احنا بنذكر الناس ان المتابعه بتتم من خلال 7 ل 9 بالليل، ساعتين المتابعه اللي احنا دايما بنوصي بيها زوزو. حلو قوي. طبعا انا عارفه ان انتوا كفريق او الشركه كفريق ممتاز وبيفرق معاهم قوي العملاء، وانا ده لمسته من قبل يعني بعض الناس او العملاء اللي اتصلوا بيكوا. حالات قالت ناس محترمه بيحافظوا على الناس اللي بتتصل قوي، بيخلوا بالهم مننا قوي، ردودهم ناس يعني بتعرف تتكلم. فانا ده بشكرك طبعا من خلاله، انت واجهه مشرفه ليهم. خلينا بقى نقول ان في هدخل على الاسئله. ما هو انا بقول للناس برضو ان انا مش باجي اتكلم في موضوع انا عارفه. انا بحب ان انا ادخل الانبوكس اشوف الناس اسئلتها ايه، بجمع الاسئله المشتركه او العامه اللي الناس بتشتكي منها. وده لازم اهم حاجه، انا جايه عشان اتابع الاسئله. احنا عندنا صحه المريض بتاعنا بتاع السمنه دي اهم حاجه. صحته ثم صحته ثم صحته وسلامه المنتج. مش عايزين نسمع ان في كومبليكيشن، ان في مشكله. لازم ان احنا نبقى معاهم كونتاكت، يعني معاهم قريبين منهم ومن دماغهم. حلو قوي. طيب بصي يا حبيبه قلبي، انا عندي دلوقتي في حد بعت بيقول ان احنا بنسمع ان في ناس خسوا على ايد دكاتره التغذيه من 20 ل 30 كيلو، هل ده صحيح وبيحصل؟ عشان هم ما لمسوش ده من خلال دكاتره التغذيه. مع احترامنا طبعا الكامل لكل دكاتره التغذيه، لكن قد تختلف حالات عن حالات. تمام. بس من 20 ل 30 كيلو ده بيبقى على مدار وقت طويل قوي. هو مش رقم وقت قصير. اي حد يسمعه هيشهد. بس ده بيحصل. من السهل قوي مبدئيا كده، من السهل انه يحصل جدا، وبيحصل عندنا عادي جدا. تمام. بس المهم لازم يتم على ايد دكتور تغذيه دارس طبعا وفاهم، عنده من الخبره اللي تقدر اللي يقدر فيها ان هو يرشح ماده فعاله معينه اللي هتخدم مع الحاله او الجسم اللي قدامه والفئه العمريه بتاعته. صح. دي لازم. عارفه النقطه دي لو تمت يبقى خلاص احنا التشخيص الصح لو تم احنا كده قطعنا نص المسافه. هي بتبدا بايه؟ بيبدا بايه مرحله تخسيس الوزن معانا؟ ان احنا بنقدر نشخص او الف ب الحاله بتبقى ناجحه، ان احنا نشخص الحاله، بنعرف كميه داتا بندونها عندنا، مش فضول، لا، ان هي بتبقى معلومات سريه عشان عندنا عشان يعرف يتعامل مع الحاله. لازم نعرف نتعامل. لان ممكن ما تكونش هي سمنه بس، سمنه زائد ارتفاع في ضربات القلب، سمنه زائد ضغط عالي. طب. سمنه زي مشاكل معاها مشاكل للمفاصل. فاحنا لازم، دي اهم نقطه، اهم من العمر واهم من الوزن، لازم نعرف في مشكله ايه. بنعرف الوزن، بنعرف العمر، بعد كده بنرشح ماده فعاله مناسبه لحالته الصحيه. تاني حاجه الخطوه الثانيه بياخد الكورس بينزل عليه. الخطوه التاليه المتابعه، المتابعه ثم المتابعه ثم المتابعه. لو انا اخدت الكورس وما تابعتش مستحيل انزل. عشان كده دايما اوصي الناس بالمتابعه. لازم انا لما يدور في ذهني كمريض سمنه سؤال، لازم الاقي الدكتور اللي هيرد لي على سؤالي طبعا، ويرد عليه ويقنعني، لان في ناس ما بتقتنعش بسهوله. تمام. واللي بقى اطمن الناس بيه ان الكورس بتاعنا او بالاخص الكبسولات او النقط بتحتوي على كل ما هو عشبي وطبيعي بيخدم حالتي. انا ضد اي منتج تخسيس او حد بيناسب كل الفئات ويناسب كل الحالات الصحيه. ده مش شغل عطار. انا لو دخلت عند عطار وقلت له انا عايز هيديني وصفه مختلفه، خلي بالك، وكمان عنده حاجات بتخسس. يعني انا لو قلت له انا عايزه اعشاب للحرق هيديني اعشاب للحرق وهتخس. طب انت حرقتي وخسيتي الشهر ده، هوب الشهر الجاي هتفضلي تحرقي تحرقي هتحرقي هتحرقي، هتزيد شهيتك.
تمام؟ طبعا هتزيد شهيتك. ما هو انا عشان تتم عمليه الحرق لازم يكون موجود اكل عندي في معدتي. حرقت شغال عمليه حرق بزياده، يبقى انا فتحت الشهيه، يبقى انا هاكل، يبقى انا لخبطت الدنيا. طب هو انا كده هتابع مع العطار؟ مستحيل. طبعا يعني احترامي للعطار، بس دي مش شغلته، هو مش يعني شغلته ان هو يبيع. لكن تشخيص ومتابعه الحاله من قبل دكتور التغذيه طبعاً اللي فاهم حالتك. طبعا ده حقيقي، انا طبعا ده اجابه وافيه جدا. طيب الناس اللي بتنزل بقى في الوزن بتوصل للمعدل اللي هي عايزاه، فجاه يحصل لها ثبات، هي بتنزل، هي كانت كل ده مثلا خلال 3 شهور شغاله تمام، بتنزل بشكل تمام تدريجي كويس جدا تمام. اذا هي بقى ثبتت فجاه، ايه اسباب بقى ده؟ يعني ايه اللي بيحصل او ليه بيثبتوا وايه حلهم؟ تمام، ده امر طبيعي وده امر وارد. وكل الحالات اللي بتاخد الكبسولات اول شهر تاني شهر لازم بتواجه المشكله دي. انا بالنسبه لي هي مش مشكله، ده امر طبيعي. ليه؟ الجسم ده زي المؤسسه، اصحاب الشهيه العاليه باجي اديهم كبسوله بتحتوي على ماده عشبيه والياف بتركيز عالي جدا، كويس، بقفل لهم الشهيه اول شهر بيخسوا تقريبا من 10 ل 15 كيلو. كل ده تمام كويس. يجي لي في اخر الشهر كلمه على طول بسمعها، انا عايز نفس الكورس اللي خدته في الشهر الاولاني. حضرتك ما احترامي ليك، مش انت اللي هتقرر انت هتاخد ايه. صح. ليه؟ زي النقطه، انا قفلت لك شهيتك اول شهر حلو قوي، خسيت تمام، هاجي الشهر الجاي اخاف اديلك ماده فعاله تقفل لك شهيتك الشهر الجاي، ما تاكلش ما تاكلش، مش هفيش اكل دخل معدتك، يبقى مش هتحرق. زي ما قلنا النقطه في السؤال الاولاني، لازم في اكل عشان احرق. طالما قفلت شهيتك مش هلاقي اكل عشان يحرق، يبقى انا توقفت عمليه الحرق، انا مش عايزه اعمل بلاتوه للحرق او اوقفه. لازم اغير الماده الفعاله حتى لا يعتاد الجسم على العقار. طبعا تمام، زي بالظبط المضاد الحيوي، لو انا اخدته مره واثنين، والناس اللي دارسين فارما عارفين كده، لو خدت المضاد حيوي مره واثنين وثلاثه هيحصل حاجه اسمها توليرانس. يعني ايه توليرانس؟ يعني ان الجسم هيعتاد على العقار ده، مش هيشتغل بعد كده، مش هيستجيب للعقار بعد كده. صح. فانا لازم اغير الماده الفعاله. قفلت لك شهيتك اول شهر، تاني شهر لازم اديلك حوارق، لازم اديلك حوارق تبدا تعليلي معدل الحرق عندي. الناس بتزعل جدا في اخر الشهر، تقول انا وزني ثبت، لا انا هلحقك بماده، الحق الجسم قبل ما يثبت. فهمت. لازم لازم لا عشان كده لما قلت قوي. دي المتابعه، لازم المتابعه. ما اقدرش ان انا اسيب المريض عمال ياخد في مثبطات للشهيه، مثبطات هيقفل وزنه، دي حاجه هتقفل على طول. علم التغذيه ده علم كبير طبعا، لازم اكون انا عارف انا هديله ايه. عشان كده انا بحترم التصنيع الالماني للكبسوله، ولازم اللي بيكون بيستورد الكبسوله دكتور تغذيه، عارف هو بيحط ايه في اي ماده، الماده الفعاله ايه. طبعا تسلم ايدك يا احمد، هاتوا هنا حبيبي. بالنسبه إيه؟ بتركيز ايه؟ ده القلقاس. انا لا كده حصل لي تشوش يعني. ده لسه انا عامله طشه بس قبل تاني خالص. مود تاني خالص. لا احنا لازم نحط دلوقتي حاله طشه. يلا حماده حط كام قلقاس. هوبا يا سيدي، ده لازم يا شهقة. لا ما هو لازم يا شهقة، دي بتاعت الملوخيه. يلا لا غير الملوخيه، كزبره خضراء وتوم، حط الفلفل الحامي وشويه كزبره جافه، خلاص بنزود عليها بس الكزبره الخضراء. بصي بقى تتحمر تحميره كده يا حماده، ونحطها على ريحه انت حاطه في الطشه دي كزبره. اها حلو. طشه، مش اسمها طشه برضو؟ طشه جدا، وطشه حاميه كمان، طشه مترقعه. تسلمي ايدك والله يا زوز. تسلمي يا قلبي، تسلمي والله، الريحه تحفه والله. يعني يا رب بس يعجبهم الطعم. انا هاخد بقى كده، بصي انا مش عايزاها لان انا مش عايزاها يزن خير. بصي بقى تتحطي بقى الكاميرا على الوش كده تشوفي. انا شايفاها بصراحه، مش عارفه هي جايه. جت جدا. وبصي بقى يتغطى، لازم كان المفروض بقطع شوية كده عشان الريحه، عشان تفضل زي ملوخيه برضو. سنه حاجه بسيطه بس تكبس الريحه على الاكل بقى. وتمام، افتح. تسلم ايدك يا طلعه، انت حاطه جنبك بقى. الله. طيب نتكلم بقى على الناس اللي بيبقى عندهم تجمعات دهون في مناطق معينه متكدسه، وبتبقى كانها صعبه قوي انهم ينزلوها. اكيد يعني بينزلوا بس ما بيبانش عليهم انهم نزلوا. تمام تمام، دي ما تسمى بالسمنه الموضعيه.
لما نسمع مصطلح السمنه الموضعيه يعني ايه؟ واحده تقول انا عندي ديفو، ديفو يعني في تكتلات في الخلايا الدهنيه في اماكن دون غيرها. في ناس عندها في الظهر، في ناس عندها في الدراعات، في ناس عندها في الارداف، في الفخاد او كده. المشكله دي بتبقى مشكله عويصه. ليه؟ لان انا لو اديتها ماده فعاله تخس من توتال الجسم كله هتنزل وكل حاجه، بس هيفضل الديفو برضه، هيفضل في نسبه طبعا او في كوارث على جسمها كله، هي كده طبيعتها كده. صح تمام. يبقى انا ما ينفعش اديها ماده فعاله تشتغل لي على الجسم كله. تمام. امال اعمل ايه؟ لازم اديها ماده فعاله فيها كوكتيل، خلاصه اللوتس، خلاصه عشب الكريز، اديها خلاصه عشب الريسبري. الريسبي معروف ان هو من المواد الحوارق او الماده الفعاله جدا، ان هي بتزود عندي معدل الحرق، بس بحطه بتركيز 6000. طب الناس ليه بتقول تركيز 6000 ده ما يعادل 40 ثمره ريسبري؟ عشان انا اقدر ان انا اكسر الدهون الثلاثيه العنيده المترابطه المتماسكه اللي هي في الخلايا، اللي احنا زي ما بنقول التكتلات اللي موجوده هنا او هنا او هنا، لازم يبقى ماده فعاله محطوطه بتركيز جامد جدا. هايل. هتكسر لي الدهون الثلاثيه الاحاديه والثنائيه. هايل. طب ليه بيبقى في عند في الحكايه معنا دي مين؟ او في معانا حاجه نبويه؟ طب احنا معانا تليفون بعد اذنك يا دكتور هيبه. معانا حاجه نبويه. يا اهلا وسهلا يا فندم. ازيك يا شيف؟ عامله حضرتك؟ الحمد لله حبيبه قلبي منورانا. ازيك يا حبيبتي؟ تحيه لكل اهل المنيا. ازيك يا دكتور هيبه؟ عامله ايه؟ اهلا اهلا يا حاجه نبويه. ازيك؟ اهلا بيكي. انا حضرتك حاجه نبويه من المنيا. اهلا بيكي. اهلا بيكي. عندي 50 سنه ما شاء الله. 50؟ ايوه. وزني كان 100 حضرتك، وخدت ميزاني، خدت الكرسي زدت 10 كيلو بوزن 90. بقى 90 نزلتيهم في قد ايه حاجه نبويه؟ ده السؤال المهم. في شهر. في شهر؟ حلو جدا. ممتاز. ما شاء الله ممتاز. مشكلتك ايه كانت؟ كانت المشكله ازاي؟ مشكلتك كانت ايه حاجه نبويه؟ عندي ضعيف. الحرق ضعيف. طب والشهيه كانت ايه؟ العظام انا لازم تخسي عشان الامراض مش من جسمك، ما تتملكش من جسمك. طب الشهية كانت عالية عندك ولا كويسة؟ لا عالية. يعني حبيب. كنت بتاكلي كتير؟ اه. يعني شهية عالية وحرق منخفض. خدت الكرسي الحمد لله، بقيت اتحرك الحمد لله وبقيت زي الفل. ربنا يفك شر المرض يعني. امين يا رب واديكي الصحة حاجة نبوية وكتر خيرك. شكرا لمداخلتك جدا يا حبيبتي. طب هي دلوقتي بقت 90، هي عايز اكيد عايزة تظبط عن كده، ونظبط لها موضوع الشهية ده. اولا انا بشكر الحاجه نبويه. اه طبعا. ان هي رغم المسافه من الصعيد من الجنوب حبايبنا طبعا، ان هي ما منعهاش ده كله ان هي تتواصل معانا او كده. على الكورس. مشكله الحاجه نبويه ان هو موجوده في مجتمع شرقي، وكلنا كده يعني مجتمعات شرقيه، بس طبعا خصوصا شعب الجنوب. الشعب اكول بيحب الاكل ما شاء الله. طبعا هي اكيد ست بيت، بتعرف تطبخ، بتتذوق، احنا كلنا بنحب الطبخ بنتذوق. طالما بنتذوق بنحب الاكل يبقى شهيتنا هتبقى عاليه، ده اوتوماتيك. زياده عندها بقى ان هي الحرق عندها منخفض، دي مشكله مزدوجه. ودي بيبقى صعبة علينا احنا في الشركة، ان بتبقى تشخيصيا صعبة عندنا المشكلة المزدوجة، شهية عالية وحرق منخفض. تمام؟ ليه؟ لأن هي بتاكل بتاكل بتاكل، والخارج مني في عملية الأيض أو عملية الحرق لا يتم على الشكل الصحيح أو لا يتم على الشكل المطلوب. فأنا دلوقتي هيحصل لها تراكم خلايا دهنيه ودهون عندها، وهيصيب الجسم زياده طول ما بتحركش او عندها معدل الحرق، فدي بتبقى مشكله. طبعا احنا بنسارع في الحالات اللي زي دي ان احنا نعمل لها دمج او نعمل لها كومباينيشن. في تليفون بس نقطه، ان احنا بنعمل لها دمج او كومباينيشن بنوعين ماده فعاله. ماده فعاله الياف بتركيز عالي تقفل لها الشهيه، حاجة تانية ان احنا بنحط مادة فعالة حوارق بتركيز عالي زي ما قلنا 6000 من تركيز الريسبري عشان عندها يزود الحرق. فانجاز ان هي تخس 10 كيلو في شهر بالنسبة لسنها، ما شاء الله، خصوصا ان احنا قلنا السن من بعد ال 30 بيفقد القدرة على حرق 50 سعر حراري كل سنة. فهو ده انجاز ان شاء الله تكمل معانا عشان توصل للوزن اللي هي عايزاه. طيب ناخد مين معانا؟ ليلى. ليلى طيب، سلام عليكم ليلى. الو
حياتك عظيمة. أهلا بيكي حبيبتي، أهلا وسهلا. بيكي حبيبتي، عاملة إيه؟ الحمد لله حبيبة قلبي، اتفضلي. إزاي يا دكتورة هبة، عاملة إيه؟ أهلا أهلا يا ليلى، أهلا يا حبيبة قلبي، إزيك؟ الحمد لله. أنا أحب أشكرك جدا يا دكتورة على الفضل اللي أنا الحمد لله الحمد لله ربنا كرمني بفضل حضرتك. تمام. أنا متجوزة بقالي 5 سنين وكان عندي مشكلة إن أنا بقى أم بسبب الوزن الزايد اللي كان عندي، كان وزني 120. بفضل ربنا وبفضل حضرتك والكورس، انا خدت الكورس لمده 3 شهور ووزني دلوقتي بقى 83 كيلو. والله ما شاء الله. انت كانت المشكله عندك ايه يا ليلى؟ كان عندي مشكله سنه، كان 120 كيلو. كنت كل ما اروح للدكتور كان ممنوع الحمل بسبب ده. لازم انزل. ومش عايزه اقول لحضرتك بقى المشاكل اللي انا تعرضت لها في العيله بسبب المشكله زي دي. الحمد لله. طيب. جوزي كانوا بيحرضوا عليا بطريقه مش كويسه. اكيد اكيد. حبيبتي طبعا موفقه، وحابه اشكر الفريق الطبي للمتابعه. ربنا يسعدك يا رب. بصراحه انا بشكرك يا ليلى حبيبتي جدا طبعا لمداخلتك طبعا. بصي الناس الجميله اللي بتبقى عندها لما بيبقى في حاجه ايجابيه او الدعوه الحلوه، والله هي دي اللي بتبقى يعني. انا عايزه اقول بس ان دي فعلا ثقافه، بس يا ريت ناس كتير تعرفها. على فكره انا فاكره ليلى دي لان كانت مشكلتها مشكله. افتكرتيها؟ في مشكلات مميزة كده بتعلق في أذهاننا. زي إيه؟ واحدة مش عارفة تخلف، متجوزة، عروسة، بنوتة، مستنية المفروض إن هي تخلف. إحنا الوقت بس لا قولنا يعني أنا بجد يعني أنا فاكراها لأن هي جت لفت على دكاترة النساء ما عندهاش مشكلة عضوية تمنحها من الحمل. كل اللي شخصوها قالوا لها أنت محتاجة تنزلي، كانت 110 كيلو. خلي بالكوا يا جماعة التكتلات الدهنية اللي بتبقى في منطقة البطن دي مؤشر لعدم الخصوبة، بيعوق عملية الخصوبة والأنابيب عند الست. خلي بالكوا أي بنت داخلة في مرحلة جواز ومستنية إنجاب لازم تكون واخدة بالها من النقطة دي. تمام. لازم تسرع إن هي تنزل وزنها عشان ما يبقاش في مشكلة إحنا بقى يعني في غنى عنها، في غنى عنها. مشكلة عدم الإنجاب مشكلة فعلا ما بتقرقش شخص، ده بتقرق شخص ومعها زوج ومعها عيلة بيبقوا قاعدين مستنيين الحدث ده. مبسوطه منك يا ليلى وربنا يا رب يسعدك. ربنا يوفقك وينولك حبيبتي، كل اللي بتتمنى دست عيال يا رب. حبيبتي انت كل اللي بيتمنى والله يعني دكتور هبه كل اللي أنا بيتمنى. بس هقول الكرسي بتاعنا قولي لنا بقى الاوفر النهارده. النهارده الكرسي بتاعنا اعشاب، علبتين اعشاب مع علبتين نقط. أيوة. مع علبه كبسولات. علبه كبسولات علبه كبسولات دي بديل تكميم المعده، الاعشاب دي بديل للديتوكس اللي بتنقي السموم من الجسم، عندنا علبتين نقط دي بديله لعمليه نحت القوام وزياده الحرق. حلو قوي. الهديه اللي معاهم يا زوزو النهارده كريم عشان تحافظي على مظهر جلدك اثناء اتباع الحميه الغذائيه واثناء فتره مكان الاماكن بقى اللي بتبدا تتشد وتترسي الترهلات. حلو قوي. من السولولايت الناس بقى اللي بتحب تحط سكر زياده معاهم، سكر زياده على القهوه، القهوه المانو والقهوه الزياده اي عصاير بسكر، حاطين برضو السكر الدايت معانا. حلو قوي. فالقرص كله كده علبه كبسولات، علبتين نقط، علبتين اعشاب، وكريم السليولايت، وكمان سكر الدايت خصم. عليهم خصم 50% ما شاء الله، وشحن مجانا لجميع المحافظات عشان الناس اللي في الصعيد يبقى سهل عليهم قوي انهم يتواصلوا معانا. يا حبيبتي انا بشكرك جدا، بشكر ضيفتي اللي شرفتني نورتني دكتوره هبه العوضي، وبشكر حضراتكم على اسئلتكم، بشكرها على اجابه اسئله حضراتكم، واتمنى يا رب تكون الاجابات وافيه ليكم. لو ليكم اي كومنت طبعا انتظروها في حلقات جايه معايا طبعا. نوريني وشرفيني يا دكتور هبه والله بجد، واتمنى يا رب ان الوصفات اللي قدمناها النهارده تكون عجبت حضراتكم. طريقه جديده للقلقاس، على انه في ناس كتير ما بتحبوش بالخضره، بس دكتور هبه طلعت بتحب القلقاس، هندوقها دلوقتي. والبتنجان المخلل بطريقه لطيفه يقدر يقعد معانا، وتقدروا تعملوه ده في اول رمضان كمان لما تيجي تعملوه ده في الاعياد ويتشال، ان شاء الله يعجب حضراتكم. وبشكر طبعا شركه هيربل بانك على الاوفر ده، وبشكر تواصل حضراتكم كل اتصلوا بينا النهارده فقره طبيه، بشكركم شكرا جزيلا، واتمنى من الله اشوف حضراتكم من هنا الحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامة وسعادة، و السلام عليكم.